القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. بين آمال ويلال وجدت يلالان لتحمل نفس المعنى وتعيد إحياء إرث موسيقي قديم بطريقة جديدة، فاختاروا من الموسيقى ما يتناسب وعصرنا من موشحات وأغاني هزلية ووطنية. إحياء الأغاني التراثية من الغناء العربي الشرقي التي لم تكن مسموعة جيداً ولم توثق بشكل جيد، فكان الهدف أنه نوصلها للناس، واحد. ثاني إشي نخرجها بطريقة مختلفة عما كانت هي بالسابق. ثالث إشي أنه نخلي أو نزيد ثقافة الناس بالموسيقى الشرقية. فرقة يلالان تأسست من مجموعة من الأصحاب أو الشباب، قرروا يحيوا الأغاني القديمة اللي ما كانت مسجلة، فقرروا يحيوها عشانها ما كانت مسجلة منيح أو كانت مسجلة بأنه بطريقة غير واضحة. وهلأ هي عم بتحاول أنه تحيي أغانيها اللي هي من تأليفها وألحانها اللي هي بتعالج مشاكل المجتمع. وبعد سنوات من الطرب الأصيل بدأ أعضاء الفرقة بالاعتماد على أنفسهم في كتابة وتلحين أغنيات تمس الشعب الفلسطيني وقضيته. هلأ الفرقة يعني بعد 5 سنوات من تأسيسها عم تشتغل على إنتاج أعمالها الفنية الخاصة فيها، واللي هي من كلمات وألحان المجموعة، واللي إن شاء الله راح نقدم العرض بشهر 12 من هاي السنة. في أصوات عذبة وأوتار لامعة تستعد يلالان لإطلاق عمل فني جديد لتخرج بلونها الطربي الخاص. بأوتار الحاضر غنت يلالان لتحيي إرثا موسيقيا اندثر وتجمعه بما يتماشى مع الحاضر. لتلفزيون القدس لما أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.